البدايه بالاخبار المحليه، اصدرت الهيئه المديره لليل الشباب بلاغ اليوم الجمعه، عبرت فيه عن احتجاج عن تعيين الحكم مجدي بالحاج علي حكم لقاء الفريق المقبل ضد الترجي ضمن الجوله الثانيه اياب من بطوله الرابطه المحترفه الاولى، بالاضافه الى اعاده تعيين نفس المساعد اللي كان متواجد ضمن طاقم التحكيم اللي ادار لقاء الفريق ضد النادي البنزرتي في الجوله الفارطه. واكد هلال الشابه ان هيئه الفريق قد بدات تدرس بجديه فرضيه الانسحاب النهائي من منافسات البطوله. أصدر النادي الإفريقي اليوم بلاغ عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك للرابطة المحترفة لكرة القدم، رفض تعيين الحكم وليد الجريدي لإدارة لقاء الفريق مبرمج غدوة ضد الاتحاد المنستيري ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الرابطة المحترفة الأولى. تواصل الشبيبة الرياضية القيرواني تحذيرات استعدادا لمرحلة الإياب من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم وبقية الأدوار القادمة من كأس تونس، وضمن هذا الإطار يستضيف فريق عاصمة الأغالبة غدوة السبت 21 جام في النادي الرياضي بمكثر في مقابلة ودية بيدي من المصعطين بملعب حمد العويني بالقيروان. صلت مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم اليوم عقوبة الإيقاف لمدة 4 مقابلات ضد المدير الرياضي لنادي صفاقسي هيثم مرابط على خلفية أحداث مباراة الكلاسيكو نهار الأربعاء. أكدت الرابطة في بلاغ لها أن العقوبة تأتي بعد اللقطة اللي قام بها مرابط والاحتجاج ضد مساعد الحكم توفيق أحمد في السياق متصل بمقابلة الكلاسيكو بين النادي صفاقسي والترجي. سلطت الرابطة غرامة مالية ضد النادي صفاقسي قدرها 5000 دينار بسبب العود في رمي المقذوفات، وفيما يلي بقية العقوبات اللي أصدرها مكتب الرابطة اليوم. اولا، توبيخ وتغريم هيئه النادي البنزرتي بخطيه قدر 2500 دينار بسبب اشعال الشماريخ دون رميها على ارضيه الميدان في مباراه هلال الشابه. ثانيا، توبيخ وتغريم هيئه اتحاد تطاوين بخطيه قدر 2500 دينار على خلفيه رمي المقذوفات في مباراه النجم الساحلي. واخيرا، توبيخ ضد هيئه الاتحاد المنستيري بسبب رمي القوارير في مباراه الاولمبي البيجي. الدور غدوة مواجهات الجولة الثانية من مرحلة الإياب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى، فيما يلي البرنامج وتعيينات الحكام كل المقابلات مصعدين. المجموعة الأولى، نجم الساحلي يواجه أمل حمام سوسة، حكم وليد المنصري، الملعب التونسي يواجه نادي صفاقسي، تحكيم أمير لوسيف، النادي البنزرتي يستضيف اتحاد تطاوين، حكم نصر الله الجوادي، وهلال الشابة يواجه الترجي، حكم مجدي بالحاج علي. بالنسبة للدفعة الثانية نهار الأحد، المجموعة الثانية، نادي الإفريقي يواجه اتحاد المنستيري، حكم وليد الجريدي، الأولمبي البيجي مستقبل سليمان، الحكم نعيم حسني، مستقبل الرجيش يواجه أولمبيك سيدي بوزيد، تحكيم لكريم الخميري، والنجم المتلاوي يستضيف اتحاد بن قردان، حكم عامر شوشان. من كرة القدم أكيد نمشيو نختموا نشرتنا الرياضية بمعلومة صحية من فوائد الرياضة على جسم الإنسان، زيادة مرونة المفاصل والأوتار والأربطة، وتساهم الرياضة في تقوية العظام. نقطة نهاية نشرتنا الرياضية، أجمل تحية عبد الله الحطاب، متابعة طيبة لبقية برامج الحياة تفهم. لايف سبورت، أخبار ومواعيد رياضية على الحياة أفهم. أخبار الرياضة على الحياة أفهم.